هاي الأغنية بها هواية كواليس، يعني واحدة من عندها إنه تصويرها به هواية أمور ما حاكيها أنت قبل. أي بصراحة أنا ما حاكي هذا الموضوع. ذبحنا الليل بالبداية تصورت بالعراق بالزوراء، بس صار كذا ظرف وبنص التصوير ما قدرنا نكمل، صار ظرف معين. شنو ظرف؟ ما أقدر أحكي طبعاً. أحكي يعني؟ لا ما تقدر تحكي، العالم يفهمونه غلط. أوكي. أو لا على شنو ما أقدر أحكي؟ كان مناسبة دينية. كانت مناسبة دينية. صار صعب إنه. فأجون القوات الأمنية، ها مناسبة دينية، وإحنا قبل شوي كنا نحكي بهذا الموضوع، قلنا ثقافة الجهل مو موضوعنا. كانت مناسبة دينية وتعالوا تقولوا ليش تصورون وكذا، فلغينا التصوير كله. سبحان الله، ربك شو يقول؟ كل تخيرة. بيها خير. بيها خيرة. فتصورت الأغنية بتركها وتوزيع حنعاد، ما كان توزيعها هيك. كانت أسرع؟ لا كانت بس جيتار. أها. الأغنية كلها بها آلة واحدة. تخيل. فاضطريتوا تروحون تصورها بتركيا؟ لا ما هي ما إحنا ما اضطرينا، هي جت صدفة. بصراحة أحكي لك. بوقتها إجا للشركة موزع اسمه أمير الأنصاري، أوجه له تحية، موزع أغنية ذبح الليل. يعني بصراحة هو رجال كبير بس موزع خيالي. يعني هو رجال دارس برا. فموزع كلش محترف، عنده خبرة يعني. خبرة. فمن اجى انا ما ادري، همام هو متفق وياه ومنطيل اغنية وموزعها وبيوم من الايام انا واقف قال احمد تعال اسمع الاغنية شوف ايش قد حلوة. فسمعت الدخول والعزف وكذا وترارارا كلش عجبني. انصدمت، هاي ذبحني الليل. ما قال لك لك؟ ما قال لي. شلون انت شفتها؟ ذبحني الليل صارت عليها مشاكل. اكيد اغنية حلوة. اي كانت صديقي اسمه احمد مؤيد بس ما رادها. بعدين رادها فنان ما اريد اقول سويس على لا اقول لا ما اقدر ما راحت بعد لا احبه ما اقدر زين. وهمين بوقتها هما ما قبل يطيها، قال هو يعني احمد يغنيها لاني بصوته حلو. يعني هو كان رايدها لك؟ هو هما كان رايدها لي. رغم انت ما كان عندك اغاني قبلها ولا انا ما كانت عندي الخبره اصلا. انا يعني خبره انه شلون اختار اغنيه ما عندي بصراحه. بس هو الرجال خبرته، هو الرجال اكبر مني وخبرته اقوى مني، ف قال لي الا تاخذ هاي الاغنيه الا هاي. وبوقتها قال لي اختار اغاني، انا اختاريت غيرهن على فكره. غنوا وتندمنا عليهن وحتى ما نزلناها، صورناها وما نزلناها ورا ذبحني الليل. أوكي. من شفنا ذبحني الليل السود قلنا مستحيل ننزل شيء وراها بعد. فاللي اختارها الي همام حسن اخوي وحبيبي وجه له تحيه. دفعت بها فلوس؟ لا لانه انا موقع له شلون ادفع فلوس. اه انت وياها محتكر، راح نحكي بهالموضوع. اوكي زين، وراها رحتوا صورتوها بتركيا؟ اي. وسمعت انه صار حدث مو حلو بهاي الفتره. اي بوقت اخوي استشهد. انت وهناك سمعت الخبر؟ اي مع الاسف قبل التصوير. لا بيوم التصوير. وبنفس اليوم؟ قبل التصوير بيوم سمعت انه هو متصوب. فات لي ولد صديقه قال لي ها محمد شلون صار؟ قلت له ليش وش بيه محمد؟ فقال لي مو متصوب. فأنا من قال لي طبعا هو أخوي يداوم بالحشد. نعم. فمن قال لي متصوب أنا قلت مضروب بإيده برجله، قلت له إيه عادي يعني باشر عقبه يقوم ويرجع شنو المشكلة؟ بعدين قال لي لا ما أدري يم الله. هو من قال لي يم الله بعد ما أعرف. ثاني يوم جاني الخبر إنه هو استشهد. منو قال لك الخبر؟ ابن سبحان الله اللي قال لي الخبر انفقد، ابن خالتي اسمه كرار حسن، كان لاعب منتخب الشباب. نعم. وسافر بهاي الطالعة المال العالم تطلع تهريب البحر. وراح فقد سبحان الله. انت هسه ذكرت بهذا الموضوع تدري؟ الله يرحم اذا توفى ويذكر ما بك. ندري انا اقول ما انا مستحيل اقول الله يرحمه، انا اقول يرجع. انا ما اعرف شنو ظروفه بس ان شاء الله. صار لك قد مفقود؟ من 2016. من الاغنيه 2015 الاغنيه هو وراها بسنه. زين وصورت وانت تعرف بهذا الخبر، شلون كانت مشاعرك؟ صراحه ما كنت اريد اصور. اكيد يعني واغلب ملابسي شمرتها. بس اللي لح علي انه اصور كان المخرج ايهاب الراشد. طلع يحكي وياي تقريبا بالساعتين، وهو ما اعرف شنو كان احساسه بهاي الاغنيه، قال لي ظل يقول لي احمد هاي اغنيه حياتك. اذا ما تصورها راح تندم. وظل يقول لي انه انت حتى اذا تريد ترجع هسه كان الجو كلش ثلج بتركيا. قال لي ماكو طيارات الجو مو زين. وانا من قلت له هما ما اريد اصور بعد اريد ارجع خطيه الولد، يعني انه كان حاجز لوكيشن وتدير بهذا الموضوع مكلف. راسا قال يعوف التصوير يلا خلينا نرجع، يعني هاي ما انسال هي ابد. بس بعدين ما اعرف شلون اقتنعت وما اعرف شلون صورت اساسا. وطلعت مشاعرك يمكن بالتصوير لانه الكلمات
صراحه ما اتذكر حتى ايش صار بيومها. انا ما والملابس مو الملابس، الستره مال همام، البودي كان ما ادري ما يمكن مال وسام يوسف المطرب، البنطلون كان ما ادري ما، لان هدومه كلها شو مالتها خرب راسك مثلا. اي وراها ايش قد تعرضت من التصوير؟ ب 40 يوم ورا يعني 40 لا ورا 40 اخوي مباشره عرضوها. شفتها شوك؟ منو شافها اول مره وياك؟ البيت كله. شلون شافت مشاعرهم؟ والله كانت والدتي تبكي تقول لي ما اعرف ابارك لك لو 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 احزن على المصاب الان بي. فكانت مشاعر، فليش اقول لك انا الاغنيه ما احبها. ايامها صعبه كلش صعبه كلش صعبه. الله يرحم طبعا اخوك وكل شهداء عراقنا، هم سبب وجودنا اليوم.